طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. من بحيرة طبرية بصلي من كل قلبي أن ربي يشجع ويعزي كل حزين. عاوز أكد أنه الحزن هو حزن، مش بس على الفراق أو فقدان شخص عزيز علينا. الرب هو المعزي وهو اللي ببارك، لكن مثل ما شفنا في هذه الحلقة في شيء أهم، في شيء أعمق. المسيح رسالته هي رسالة الفرح طبعا والأخبار السارة. لما بنسمع سعيد هو الحزين بيتكلم عن الشخص اللي أخذ خطوة عملية وقرار إرادي إنه يحزن على خطاياه حتى ينشئ توبة تتغير الفكر، يتغير الحياة ويصبح سعيد فعلا ويتعزى في شخص يسوع المسيح. بصلي من منطقة الجليل من عند بحيرة طبرية، الرب يشجع والرب يعزي والرب يبارك والرب يلمس ويفتقد كل واحد منا.